احنا منشنا طالبين حد شيء من الثورة هذية، هما يلوجوا على الكراسي ونحنا معنا علاش نلوجوا؟ لوجوا كان على طرف دار، لوجوا كان على 40 متر وذيما، هانا مغطين الدار هذيما باللوح بالزنك وبالباش، منشنا طالبين حتى شيء، طالبين كان على 40 متر. واللي يشور بديناه علاش نهبطوا البطحة ب 10,000 مرة وخشوا في نص خبزة؟ علاش هكاي؟ مش نهبطوا على كيلو بطاط، مش نهبطين على كيلو بطاط، نتشاهوا في الدجاج واللحم وكية وعبيد يعني كية، عليه حرام والله يا حرام. هما في الثورة ربحوا الكراسي واحنا على الاقل نربحوا 50 متر وتراب يشوفوا هما يكسروا هنا. احنا ما ربحنا شيء من الثورة، هما اللي ربحوا الكراسي، نحن بنينا طرف تراب يشوفوا طايحوها، مش باش نربحوا فينا نعيش في الشارع. زادوا نحن الطرف التراب اللي عنا زادوا طايحوا هنا ما نكسبوا شيء، زادوا لو هنا وفين باش نعيشوا؟ نحن باش نعيشوا في الشوارع للبرد. اي اسمعني، نمر ضرب الجهاز، ضرب الجهاز. Thank you.